اوقات كتير لما يحصل مثلا لحد فينا انه مثلا شعره بيقع، تخن فجأة، خس فجأة، فتلاقي اللي حواليه يقول له ايه، طب بص اعمل كده تحليل الغدة الدرقية وشوفها سليمة ولا لا، لانها لو فيها زيادة او فيها نقص ممكن تسبب زيادة الوزن او العكس يعني. فمشاكل الغدة الدرقية بقى كغدة كده من ضمن الغدد اللي موجودة في جسم الانسان هنتعرف عليها النهاردة ونشوف ايه هي المشاكل دي وازاي تتحل مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو دكتور عبد الله الخيمة، اخصائي جراحة البطن. اهلا بيك. جراحة العامة، حضرتك جراحة عامة. طيب عشان نبقى واخدين بالنا دكتور، عندنا غدد كتير جدا في جسمنا ومنها الغدة الدرقية، عايز اعرف من حضرتك الغدة الدرقية وظيفتها ايه في الجسم؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا الغدة الدرقية هي احد الغدد الصم التي تقوم بافراز هرمون، وهو الهرمون الذي يسمى بالتايروكسين. وهذا الهرمون له مهم، يعني هو هرمون مهم جدا 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 للجسم. طبعا هي تقوم بافراز هرمونين، هرمون اف تي 3 او السيربست اف تي 3 واف تي 4، ولكن نسبه افراز الاف تي 4 اعلى من نسبه الاف تي 3. الاف تي 3 اللي هو تراي ايودو ثايروكسين، اللي هو اساسا يرتبط مع اليود، والاساسا في حال نقص اليود يكون سبب من اسباب ضخامات الغده الدرقيه. اما الاف تي 4 وهو الاساسي الذي يفرز بكميه كبيره، له دور اساسي كثير في عمليات الميتابوليزم في الجسم، اللي بسموها عمليات الايضيه، اللي هي استخراج الطاقه من الغذاء لما بناخده. له مهم عمليه مهم دور مهم جدا في بناء الجسم، في نمو الجهاز العصبي، في نمو العظم عند الاطفال، في نمو الذكاء عند الاطفال. فهو هرمون مهم جدا، ويتم تقييمه حتى عند الحوامل، حتى مثل ما حكيت في الحالات اللي ذكرتيها كلها فعلا بيطلبوا. فعلا دلوقتي بقى منتشر جدا، اول حاجه يقول لك عندك مشاكل في الغده الدرقيه، طب اعمل لي تحليل الغده الدرقيه. صراحه هي صايره هلا موضه بين المرضى بالفعل، انا بسميها مثل موضه، لانه مثلا بتجي موضه نص فيتامين د، بتلاقي كل العيانين يلا روح انت عندك الم في العضلات روح اعمل فيتامين د، الولد مثلا ما عم يطول روح اعمل له فيتامين د. هلا بالفعل في موضه انه اي انسان، او بالذات الستات، يعني نسبه الاصابه عند النساء اكثر من عند الرجال في الغده الدرقيه. يعني علينا بقى حمل وولاده دكتور. فاي اي 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 مشكله دائما، بالذات في زياده الوزن، معظم العيانين بيراجعونا بمرحله زياده الوزن، دكتور انا شعري بهور، دكتور انا عندي زياده وزن، انا ما باكل عم زيد وزني. ودائما يراجعونا بسبب هرمون الغده الدرقيه. طبعا هو مثل موضه، مثل ما بين المرضى ما يعني كل وحده بتخبر جارتها روحي انا عملت عندي مشكله كان بالغده طلع عندي نقص. طبعا هو في هيك شيء، في مثلا قصور غده درقيه يترافق مع زياده وزن، عكس فرط النشاط يترافق مع نقص في الوزن، ولكن هذا مو شيء ثابت. يعني قد المريض يكون عنده اعراض فرط نشاط درق، بدل ما يخس وزنه يكون زايد. فهناك استثناءات كثيره وارده في هذا الامر، ولكن طبعا في حال التقييم الحالي اللي اجى عشانها العيان، عشان زياده الوزن او تساقط شعر، هرمون الغدة الدرقية من الهرمونات الأساسية التي يجب طلبها. طيب احنا كده قلنا شوية حاجات كده، شوية أمراض كتير أو حاجات يعني زي بنقول أعراض كتير ممكن تظهر على الجسم تشير إن الغدة الدرقية فيها مشكلة. نعم. عايز حضرتك تقول لي كده إجمالا بشكل سريع، يعني إيه أبرز الحاجات التانية غير اللي احنا قلناها، سواء زيادة الوزن أو نزول الوزن أو موضوع تساقط الشعر، نقدر نقول من الأعراض اللي تقول إن كده الغدة الدرقية محتاجين نتأكد منها؟ تمام، هلا احنا خلينا شوي نركز على مرضين أساسيين اللي هن طبعا نبعد عن الخباثة أو الأمراض السرطانية، إما فرط نشاط الغدة الدرقية الهايبرثايرويدزم، أو قصور الغدة الدرقية اللي هو الهايبوثايرويدزم. طبعا هذول متضادين، يعني عكس بعضهم الأعراض، فرح شوي نركز على الأعراض. فرط النشاط، فرط النشاط هو عبارة عن أنه الغدة بتفرز عندي هرمون زيادة، بما أنه هذا الهرمون مسؤول عن إعطاء الحرارة للجسم، مسؤول عن البناء، مسؤول عن زيادة تنمية الخلايا العصبية. فبنلاقي مريض فرط نشاط الغدة الدرقية يترافق مع تساقط الشعر أكثر من مريض قصور الغدة الدرقية، هي نقطة مهمة جدا. مريض فرط النشاط الغدة الدرقية دائما عنده عصبية زائدة، عنده خفقان في القلب، لأن الهرمون أيضا يتدخل في وظيفة القلبية، دائما بيسعس في عنده رفرفة في قلبه. عنده نقص في الوزن على الرغم من زيادة الشهية. يعني العيان بيجي يقول دكتور أنا عم باكل ما عم يزيد وزني. تمام، عنده عصبية مفرطة، يعني دائما بيكون سؤال العيان، إنه حتى بالذات إذا إجا مع المريضة ابنها بيقول لها أمك عم تعصب عليك زيادة عن الوقت العادي، بيقول لها مبهدلاني يا دكتور زيادة عن اللزوم. فهي من العلامات مهمة. طبعا إلى اضطرابات من ناحيه اضطرابات الدوره الشهريه عند الناس. بالمقابل طبعا في نقطه مهمه، انه دائما مريض كمان فرط نشاط الغده الدرقيه عنده مشكله اللي هي احساس الدائم بالحر. يعني بسال دائما، كنا حتى اخذناها في الجامعه، تسال العيان انه انت في الشتاء
تحب تلبس تقيل ولا كثير؟ بيقول لك انا في الشتاء مشوب دائما لابس خفيف. عكس قصور الغده الدرقيه، قصور الغده الدرقيه المريض دائما احساس في البروده، خمول، ميل للنوم، زياده وزن، نقص شهيه، امساك، هنيك بالفرط النشاط في عندي اسهال، هون في امساك. دائما الخمول في القصور الغده والنشاط والحركه الزايده والشغلات الاوفر دائما بتكون بفرط نشاط الغده الدرقيه، اما الخمول في قصور الغده الدرقيه بيكون عندنا. يعني لو عندي الاعراض دي اروح احلل عشان اتاكد ان موضوع الغده الدرقيه عندي سليم. والله تمام، يشك بها، ولكن لا ما فينا نقول يعني نجزم، ناخذ جزم امر قاطع، لانه طبعا في مرات اعراض كثير مهمه في التحاليل. احنا دائما معظم الاطباء بتطلب تحليل اسمه تي اس اتش اللي هو الهرمون المحفز لافراز الغده الدرقيه المفرز من الغده النخاميه من العقل للغده، فمرات التي اس اتش بيكون عالي، الناس بتفكر اذا التي اس اتش عالي انه هذا فرط نشاط، فنحن طبعا في عمليه توضيحيه انه ارتفاع التي اس اتش يدل على انخفاض هرمون الغده الدرقيه، اما انخفاض التي اس اتش قد يدل على فرط نشاط الغده الدرقيه، هذا مهم جدا. بس حضرتك اتكلمت عن الاضطراب فيها، لكن في بعض الامراض قلت لي ليها علاقه كمان مساله الغده الدرقيه والاضطرابات المختلفه فيها، زي مثلا واحد من اللي ذكر في الفيديو جراف اللي هو اسمه هاشيموتو، صح كده بقوله؟ نعم صح. نعم، طيب عايز اعرف ايه هو ده وبيعمل ايه في الجسم؟ هلا دائما سبحان الله الامراض بالجسم تترافق بين امراض حميده بعدين التهابيه بعدين سرطانيه، فالغده الدرقيه هي مثل اي غده قد تتعرض للالتهاب، قد يكون هذا الالتهاب مرضي بجرثومي، وقد يكون التهاب اسمه اوتو اميون انفلاميشن او التهاب المناعي، وهاشيموتو هو من امراض الالتهابيه المناعيه واللي بياثر على نشاط الغده الدرقيه بطريقه مناعيه، يعني مثل اي مرض مناعي بنعرفه، مثل الدروماتيزم، مثل الامراض المناعيه اللي قد تصيب الجهاز المناعي، الحساسيه هو يعتبر من الامراض المناعيه، فهذا قد يؤثر، هذا المشكله بيعمل خلخله في الغده الدرقيه، خليها مرات تفرز زياده مرات تفرز قليل، مرات تفرز زياده مرات، فالخلخله في نظام افراز الغده الدرقيه قد يؤدي مع الوقت الى تكون عقد داخل الغده الدرقيه وتصير دائما اعراض طبعا تترافق، غير الاضطرابات للمريض رح يترافق باعراض فرط نشاط واعراض قصور درق بنفس الوقت. يا عيني نفس اللي تمام، وانا يمكن يجيني دلوقتي اعمل له تحليل يطلع فرط نشاط، يجيني بعد شهر اعمل له بعد شهرين ثلاثه يكون عنده قصور درق. لا اله الا الله. في حالات الهجمه، ولكن ميزته انه في حالات الاكيوت اتاك الهجمه الحاده بالفحص السريري دائما قد يكون في ضخامه واضحه، قد يكون في الم بجس الغده الدرقيه في مكان امام العنق، كمان قد يترافق مع ضخامات عقديه، يعني مش كمان انا بشوف ناس عندهم هنا تضخم، غير يعني الناس غير العقد، غير عقد العقد اللي بتطلع نفسها داخل الغده الدرقيه، عقد البلغميه الليمف نودز اللي هي اساسا بتطلع نتيجه التهاب او الاورام، ففي ناس قد تقول لك يعمل سونار للغده الدرقيه يلاقي عنده عقد لمفاويه يفكر انه لا سمح الله سرطان، لا بالعكس نحن لازم نطمنه انه قد يكون انت اساسا مشكلتك هي مشكله التهابيه وهي العقد نتيجه الالتهاب اللي عم يصير معك. فهو من الامراض طبعا يعالج ومع الوقت، يعني بعد يعني دائما اذا المريض ضل عم بيعاني منه لفتره مزمنه طويله ومل من العلاج منه قد يوصل لمرحله انه يتعالج لحتى يصير مرحله سواء درقي يعني التحاليل طبيعيه، بعدين ينصح باستئصال الغده الدرقيه مستقبلا. استئصالها خالص؟ نعم يتم استئصالها. طيب العقد والكلاكيع اللي بتطلع دي دكتور بتروح برضو لما بيتم العلاج ولا بتفضل موجوده وبتحتاج تدخل؟ العقد صراحه لها بروتوكول خاص يعني انا يعني بتبقى صعبه قوي يعني دكتور، يعني الشرح رح يكون طويل جدا، ولكن في نقطه مهمه الغده، خلينا نسهلها شوي على المشاهد، الغده الدرقيه متعدده السلع الدرقيه، طبعا هي بسموها النوديولز او باللغه العربيه السلع الدرقيه، متعدده السلع بتطمني اكثر من الغده اللي فيها عقده واحده، تمام؟ العقده الوحيده لها بروتوكول خاص للتشخيص ولها احتماليات ونسب معينه، هل هذه العقده هي عقده سرطانيه؟ هل هذه العقده هي عقده حميده؟ طبعا يتم الاستقصاء عنها ضمن التحاليل، ضمن شكل العقده في الايكو، ضمن حجمها، ضمن الحواف تبعها اذا كانت سليمه، وقد نضطر الى اخذ خزعه منها بسموها الاف ان اي موجهه بالايكو لدراسه الخلايا الداخليه، وقد نضطر في حال عدم توضح صوره الى اجراء بسموها صوره الومضان الدرقي، يعني نحقن ماده ومضغانيه ونصور شو، فاذا كانت العقده هذه في طبعا عقده حاره وعقده بارده، اذا كانت العقده بارده توجه وترجح اكثر للسرطان او للخباثه اكثر من العقده الحاميه، العقده الحاميه يعني هي بتفرز زياده فبتطمنا يعني ما في اي مشاكل، اما اذا كانت عقده بارده ما عم تفرز ابدا او بالعكس عم تعمل قصور درق هذه ترجح الخباثه اكثر. طب دكتور احنا جالنا رساله دلوقتي على الخاص، واحده بتسال بتقول لحضرتك والدتها عملت استئصال الغدة الدرقية من 3 سنين لحد دلوقتي بتعمل تحليل تي اس اتش بيطلع مش مظبوط في اضطرابات.
تمام. هلا في حال استئصال التام للغده الدرقيه، اولا المريض يجب عليه ان يعلم انه الهرمون الغده الدرقيه سيعطى مدى الحياه، لانه سيعوض هذا العلاج يعوض وجود الغده الدرقيه، هي اولا. ثانيا هناك معادله خاصه بموجب وزن المريض بنعير له فيها جرعه الغده الدرقيه، يعني انا الوزن يضرب ب 1.7 بتطلع لي الجرعه اليوميه التي يحتاجها المريض، تمام. ودائما في بدايه العلاج بعد الاستئصال ما بنبدا بجرعه عاليه مثل ما هي، لا نبدا بنصف الجرعه ويتم رفعها بالتدريج حتى نوصل للجرعه المطلوبه. هلا هي في حال عدم ضبط الجرعه والمريض كان هامل نفسه ما كان عم بيراجع اذا كان في عنده مشكله بالغده او تحسن، هذا قد يكون سبب. السبب الثاني مرات الاجراء التحليل في الوقت غير المناسب. مثلا هرمون الغده الدرقيه يفرز صباحا الساعه 7 و8 صباحا، تمام. اذا اجى المريض عمل لي هرمون الغده الدرقيه بعد الساعه 12 هذا راح يعطي خطا في التحليل. اذا المريض مثلا اجى اخذ الحبه وبعدين راح حلال، خطا في التحليل. فدائما نصيحتي لاي مريض على علاج او ياخذ تداوي الغده الدرقيه، اولا يوم التحليل الغده الدرقيه يجب عدم اخذ العلاج، لانه العلاج دائما ينصح باخذه الساعه 6 صباحا. انا بخبر العيان بقول له في تصلي الفجر وتاخذ الحبه على الريق، تمام. فيوم ما بده يعمل تحليل ما بياخذ الحبه، ويجب الاتفاق مع المخبر على اجراء التحليل في الساعه 8 صباحا بين 8 و10 صباحا لاخذ نتيجه مناسبه. لما بيتعمل هيك وبكون عدم انتظام صار دور الطبيب بعد تعديل الجرعه اللي عم ياخذها المريض. كده الجرعه فيها مشكله فمحتاجه تراجع الدكتور في الجرعه. نعم. اذا كانت التحليل بيتعمل بالطريقه او بالكيفيه اللي بيتكلم عليها دكتور عبد الله. طيب من برضو الحاجات المتعلقه بالغده الدرقيه احد الامراض اللي اسمه جريفر. انا عايز اعرف من حضرتك برضو ايه هو المرض ده، وهل هو وراثي ولا الموضوع ملوش علاقه بالوراثه، اي حد ممكن يصاب بيه؟ تمام. هلا جريفز هو متلازمه واساسه انه في فرط نشاط في الغده الدرقيه، يعني عندي اوفر سكريشن اوف ذا ثايرويد هرمون، وراح يعطي الاعراض اللي زي ما حكينا هاي اللي هي الاحساس بالحراره العصبيه، خفقان القلب، نقص الوزن، اضطرابات الدوره الشهريه، زياده الشهيه، تمام. اضافه الها انه المريض قد يصير عنده ترسبات في دهون خلف كره العين، فبصير عنده جحوظ في العينين. هذا قد في البدايات اذا تم يعني تعالج في مرحله مبكره قد يتراجع، اما اذا تعالج في مرحله متاخره ما بيتراجع. فالمريض بالتالي عنده جحوظ في العينين وهي علامه مميزه لداء جريفز، تمام. هل هو وراثي؟ لم يثبت، ما في اي دراسه تثبت انه هذا المرض وراثي، ولكن قد يكون وجود قصة عائلية، يعني هي ليس ثابتة وليس يعني it's not a fact، ولكن قد يكون إذا في قصة عائلية مؤهبة لهذا الأمر أكثر. طيب برضو من الحاجات برضو اللي ليها ارتباط شوية بالغدة الدرقية هو الدراء زي ما احنا بنقول عليه في مصر، يعني او يعني غيره من الامراض. يعني انا عايز بس حضرتك تقول لي في علاقه ولا انت اصلا مش فاهم مني؟ انا مش فاهم الدراء. الدراء بعرف الدراء اللي بيتاكل. الدراق يعني يمكن المقصود فيها مرض الغده الدرقيه بشكل عام، ولا هو قصور الغده الدرقيه عدم افرازها؟ انا هذا اللي عاوز اعرفه. في السؤال شو هو؟ هو بص يعني ساعات ممكن يكون مثلا مريض عنده غده درقيه بس مش باين عليه اي اعراض، تمام. هلا خلينا نقول هذا اسمه قصور الدرق او فرط نشاط الدرق تحت السريري. هي تحت السرير يعني مريض عنده مشكله في الغده ولكن ما في اعراض ظاهره. وهي سبحان الله اساسا زي ما حكينا نحن في هرمون اسمه تي اس اتش بيتفرز من الغده النخاميه داخل العقل الى الغده الدرقيه. التي اس اتش هو الجندي المسلح لإما يصحي الغده الدرقيه فرزي، واما انه الا هدي شوي علشان ما تفرزيش. فاذا ارتفع هرمون الغده الدرقيه تي اس اتش في الانسان الطبيعي قد يرتفع، مثلا الغده الدرقيه صار عندها كسل ما عاد افرزت، تمام. مباشره قبل ما ناخذ اي علاج الدماغ وظيفته هو يعدل سبحان الله. فهو بيفرز بزيد افراز التي اس اتش لما التي 4 نزل، تمام. اما انا لما بعمل تحليل هرأي التي اس اتش عالي اللي جاي من الدماغ، اما الهرمون طبيعي، فهذا دليل اسمه قصور درق تحت السريري. هستجوب المريض ما في اعراض اقول له بص انت عندك الغده الدرقيه كانها كسلت شويه والدماغ عدلها، راح نخليك تحت المراقبه 3 شهور وتعيد التحليل. فاعاده التحليل بعد 3 اشهر اذا كانت رجعت القيم للطبيعي خلاص هذا انسان طبيعي ما في شيء. اما اذا كانت استمرار او لقينا في زياده لسه في تي اس اتش وبلشت اعراض قصور الغده الدرقيه مثلا تزيد، فهون يجب التداخل باعطاء جرعه خفيفه دائمه للغده الدرقيه حتى تساعدها على الافراز. بالمقابل فرط النشاط الدرق تحت السرير، يعني يمكن تفرز زياده الدماغ يقل يخف التي اس اتش يقل افرازه، فكانه بيقول للغده ما تفرزيش انا مش هنبهك عشان كده. فشوي شوي الجسم سبحان الله هو بيعدل نفسه بنفسه. لما بيتعب
بصير بقى عندنا فرد النشاط غير مستجيب على هذا الامر. طيب دكتور، هل مريض الغده الدرقيه بيفضل طول عمره ياخد علاج للغده الدرقيه سواء كان بالقصور او بزياده الافراز؟ هلا معظم حالات فرد نشاط الغده الدرقيه اذا عولجت في مرحله مبكره تستجاب لها، وقصور الغده الدرقيه كمان اذا عولجت في مرحله مبكره يتم الاستجابه لها. اذا فينا نحكي نحن ما هي استطبابات استئصال الغده الدرقيه، هي العلاج الافضل يعني في هذا الامر. فاول استطباب هو الاستطباب التجميلي، يعني قد يكون عندي نقص في اليود فنقص في افراز هرمون الغده الدرقيه، يصير عندي ضخامه حميده. فاول استطباب هو الاستطباب التجميلي، يعني وحده هرمونها طبيعي وكله تمام بس الغده كبيره، فهي بدها تشيل غده عشان منظرها ما كويس. اثنين، قد يكون عندي الاستطباب الثاني اللي هو انه الغده كبيره وعم تعمل انضغاط، يعني بتضغط على الرغامه او بنسميها القصب الهوائيه، فالعيان كل ما يجي ينام يحس في انضغاط، فلما يكون في ضخامه كمان هي تعتد من استطباب استئصال الغده الدرقيه. ثلاثه، الاستطباب الثالث هو تعدد العقد والسرع الدرقيه، مالتي نودولار جويتر اللي هو الدراق الكبير اللي فيه عقد كثير وما عم بيستجيب على العلاج، تمام بيتم استئصاله. واربعه اللي هو اساسا في حال استشباه بالاورام. ربنا يشفي ويعافي الجميع. امين. موضوع الغده الدرقيه زي ما حضرتك قلت كده موضوع كبير جدا يحتاج له حلقات. موضوع رائع جدا، سبحان الله. الهرمونات هي بعتبرها السيمفونية داخل الجسم. أيوة يعني الغدة الصم هي المايسترو تبع الجسم في تعديل كل شيء، كل شيء يعني في المزاج والعضلات والنمو وكله. وطبعا يعني نقطة كثير مهمة، الهرمون الغدة الدرقية على فكرة هو من التحاليل مهمة جدا ويجب إجراءه لكل جنين يولد حديثا. طبعا هون في تركيا من التحاليل الأساسية هي تحليل بسموه عقب القدم، بياخذوه من القدم كعب القدم عند الطفل عند الولادة وبعد 7 أيام، لأنه في حال اكتشافه في قصوره في مرحلة مبكرة عند الجنين وعلاجه نتجنب يصير مرض ما هو يسموه كريتينيزم أو داء البلاها عند الأطفال بسبب نقص الهرمون، لأنه هو له أساسه سبحان الله. إذا اكتشف في مرحلة مبكرة، وهذا التحليل بنصح جميع المشاهدين التأكد من إجراءه في كعب القدم للأطفال حديثي الولاده لحتى لا سمح الله ما يصير عندهم اي مضاعفات وراثيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله.